بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. نعمة وجود النبي وعظمة وجوده، بحيث كما ذكرت في احتفال مدرسة الهدى، الله سبحانه وتعالى عبر في القرآن الكريم عن وجوده بالمنة، النعمة العظيمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الإمام السجاد زين العابدين إمام العارفين يقول: الحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه دون الأمم الماضية. والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم، ولا يفوتها شيء وإن لطف. اللهم فصل على محمد عمينك أمينك على وحيك والنجيبك من خلقك والسفيك من عبادك، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة. وفي كلام أخرى يقول الإمام: مفتاح باب جنتك. وتعبير الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: بعثه والناس ظلال في حيرة. الناس متحيرين بين مشبه لله بخلقه، أو ملحد في اسمه، أو مشير إلى غيره، خابتون في فتنة قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء. أي جاهلية؟ في قصص السوق ركاظ معروفة، الحروب الجاهلية، واحد جاهل جالس ومد رجله قال: أي واحد ممكن يأخذ هذا رجلي؟ واحد قال: أنا حاضر، فأخذ سيفه وقطع رجله. قال: هذا. فإجا هاي
جه من طائفة هاي الرجل ومن طائفة ذاك الرجل فاقتتلان. كم سنة القتال وهاي الأمور منشأ كلام واحد جاهل، هاي الجاهلية. حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل، فبالغ في النصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. هذا النبي الأعظم. هنا بس فقد أنقل لكم رواية أخلاقية من النبي الأعظم: فإنك لعلى خلق عظيم، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الرواية رواية طيبة، إن شاء الله الله يعطينا التوفيق بالعمل بهذه الرواية. قال صلى الله عليه وآله: تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. طيب، هذا كأنه تعاهد من النبي صلى الله عليه وسلم: تقبلوا لي بست، ست أعمال، أتقبل أتعهد لكم بالجنة. الأول: إذا حدثتم فلا تكذبوا. قرأت هذه الرواية في تهران في مجلس، واحد قال: شيخنا هاي الأول مستحيل، كيف ممكن إذا حدثتم فلا تكذبوا؟ هذا يعني حكاية سهل ولكن العمل به صعب جدا. إذا حدثتم فلا تكذبوا. الصدق، النجاة في الصدق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم القيامة. إن الله لمع الصادقين. النبي صلى الله عليه وآله لما يريد يمدح أبا ذر يقول: ما أظلت الخبراء ولا أظلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. الثاني: إذا وعدتم فلا تخلفوا الوعد. المؤمن إذا وعد وفى، والمنافق إذا وعد أخلف. يعني الوعد علامة الإيمان، خلف الوعد علامة النفاق. الثالث: إذا أتمنتم فلا تخونوا الأمانة. لازم حريصين بأداء الأمانة. أدوا الأمانات ولو إلى قتلة الأنبياء. أمانة. والأمانة مو على طول يعني بالأمور المالية، ربما يكون أمانة في المقام. إذا واحد يصير مثلا محامي، أو مثلا في المملكة مثلا في مجلس النواب مثلا وأمثال ذلك، أو في الكلام في رواية يقول الإمام: إذا واحد يريد يتكلم معك ولكن قبل الكلام نظر يمينا وشمالا ثم قال لك شيء، هذه أمانة لا يجوز لك أن تنقله في مكان آخر. وإن لم يقل به بك أنه هاي الأمانة، ولكن لما نظر إلى اليمين ونظر إلى الشمال وقال شيء، هذا كأنه أمانة. أمانة في الكلام، بكل شيء. هذا كم صار؟ ثلاث. الرابع:
غضوا أبصاركم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، لما يعد الإمام عليه السلام علامات المتقين، يقول من علامات المتقين غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم. الخامس، واحفظوا فروجكم، كف النفس عن الشهوات، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. هاي طريق أسهل. السادس، كفوا أيديكم وألسنتكم. يعني لازم يكون الناس في أمن من لسان الإنسان. أيديكم وألسنتكم. في رواية بعض الناس يعني ما شاء الله في أخلاقهم في كلامهم، يقول الإمام عليه السلام: شر الناس من يكرم اتقاء شره. هذا شر الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بهذه الرواية، فإن النبي تعاهد للكل: تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة إن شاء الله تعالى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، أشرق كالشمس بغير حاجب من مشرق الوجود نور الواجب. لقد تجلى مبدأ المبادي من مصدر الوجود والإيجاد، أو من سماء عالم الأسماء نور المحمدية البيضاء. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا
شفاء المرضى خصوصا المريض المنزول. يا مجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا مجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، سيما مولانا وسيدنا حجة ابن الحسن العسكري. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين واجعلنا من أهل اليقين واجعلنا من شيعة أمير المؤمنين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم شافي مرضانا سيما المريض المنزول. اللهم اقض حوائج المحتاجين بمحمد وأهل بيته إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما موت الحاضرين. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات.